واحد في واحد تلاقي عنده دريم عايز يحققه، او حد عايز حاجه عايز يعملها. ساعات كتير الواحد بيبقى الشغل بياخده والحياه بتاخده، بتلاقيه مثلا ايه بيكون نفسه في الشغل وفي مشاغل الحياه، وتلاقيه مثلا يمكن ما بينامش، تلاقيه مثلا بينام 4 5 ساعات بالعافيه كل مثلا ايه كل يوم، ساعات ايام بيطبق 2 3 وبتاع. تلاقي المشكله بتحصل من كده ان هو بتلاقيه مثلا بعد فتره طويله مثلا الاسبوع الثاني تلاقيه مثلا مش قادر يكمل، حياته، مش قادر يكمل الشغل اللي هو كان الشغل نفسه اللي هو عايز يعمله ده، ما بيقدرش يكمله على المدى البعيد. فافضل حاجه ان هو الواحد كل فتره مثلا كده كل مثلا ايه شهر شهرين ثلاثه ياخد رحله لتركيا، بحيث ان هو يهتم شويه مع لو عندي مثلا لو اثنين مثلا متجوزين او حاجه يسافروا تركيا مثلا حاجة في أوروبا، حاجة بس أنت رايح